بهذه الطريقة تحاول هذه الأم إسكات أطفالها الجوعى بعد أن تركت منزلها في مدينة المخا الساحلية وفرت مع أسرتها ليستقر بهم الحال هنا في مديرية الجراح بمحافظة الحديدة. يتطلب البحث عن الحياة والاستقرار تجنب سعير الحرب التي أشعلتها الميليشيا ودفعت بهؤلاء وغيرهم للهرب وترك منازلهم للنجاة من الموت. يعني كنا عايشين في رعب في المخا، والرصاص والقذائف كلها لداخل فقر وصنع. فقت منظمة يعني خرجوا احنا بباصات الى يختل، من يختل وتوصلنا الى هنا للجراحي. يعني حوالي خرج علي الباص ب30,000. وصلنا لهنا لم نجد اي معانا ولم نجد اي شيء، يعني معي اطفالي الان امراض لا قدرهم لا علاج ولا قدرهم شيء. مئات الأسر ممن استقر بهم الحال هنا باتوا في وضع إنساني صعب، فلا منازل تؤويهم لتخفف عنهم وطأة النزوح، ولا رعاية يتلقونها لتمنحهم شيئا من الطمأنينة في زمن احتلت القسوة فيه مساحات واسعة من قلوب البشر. وإحنا كما تشوفوا حالتنا الآن مدهورة هنا في الجراحي، ما حد يعتني بنا ولا حد يكون يشوف يعني أمور معاناتنا ولا إغاثات لنا ولا يعني ولا وندوا لنا أي شيء. غياب دور السلطات الرسمية والمنظمات الأهلية والإغاثية ضاعف من معاناة هؤلاء النازحين، فالبرامج التي تتحدث عنها المنظمات أو السلطات المتعاقبة على هذه المحافظة لم تسهم في انتشالهم من هذه الأوضاع المتردية. والله كنا بداخل الضباب تمام، وعايشين كنا بنعمة تمام، وشردنا نحن وقهالنا وأسرتنا. الآن نزحنا لا العشم من الحميار، البيوت حقنا هناك، رجعنا دائما اشتباكات ضارنا منهم، رجعنا الآن نقلنا نحن شارع لا داخل الجراحي تمام. خربوا الدنيا وخربوا هذا وخلوا نحن من بلاد إلى بلاد مشردين. الآن أصبحنا نحن وقهالنا وعيالنا تمام، ولا معنا أي حاجة داخل بيوتنا. مع استمرار الصراع في البلاد تزداد معاناة آلاف المواطنين الذين فقدوا وظائفهم وتحولوا إلى نازحين ومشردين، ليصبح كل همهم البحث عمن يساعدهم بشيء يبقيهم على قيد الحياة.